اخواننا، صدق والله نحتاج الى ان نحرك هذا الايمان كما كان السلف يصنع. تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نتذاكر ماذا نصنع، ما هو فضل الإسلام، لماذا يعني لا نصنع كما كان يصنع السلف، ما هو سبب التقصير، لماذا كذا لماذا كذا. نعم، شواغل اليوم، شغل كثير من الناس بهذه الهواتف بكذا بكذا بكذا، هذه إشكالات إخواننا، إشكالات كبيرة جدا. يعني يشغل عن ذكر الله، صح؟ قرأ بنا الإمام جزاه الله خيرا في صلاة العشاء: فإذا فرغت إيش؟ فانصب. يعني عندما يتسنى لك وقتا إيش تصنع؟ انصب في العباد. اليوم مجرد حصل وقت إيش تصنع؟ تخرج الجوال، صح ولا لا؟ والله صدق. طيب كيف سيتعرف عليك هؤلاء الكفار انك انت مسلم؟ اذا لابد يظهر عليك اثر ايش؟ الاسلام، صح. ولهذا في معتقد اهل السنه والجماعه، في كتب المعتقد، يذكر اشياء يسميها هؤلاء العلماء شعار اهل السنه والجماعه، لهم شعار يعرفوا به. ومن شعار اهل السنه والجماعه قال المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه تميز عن الفرق الضالة. مسح الخفين شعار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. يقيمون الجمع والجماعات، هذا كل اللي يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في العقيدة الواسطية، هذا شعار لأهل الإسلام.